يا محمد متهم. استاذنك بس عالي صوتك شوي. لا يا محمد متهم الثالث اسلام عواد. حصل النهارده ان الجلسه بدات الساعه 9:30 صباحا، وبدات الجلسه بمناقشه شهود اثبات الوارد اسمه في قائمه بديل السجود. تم سؤال 5 شهود اثبات اصدقاء المجني عليه والمتهمين، وتم سؤال الطبيب الشرعي، وتم مناقشه 2 الضباط اللي عملوا التحريات والقائمين على القبض، وانتهت المحكمه في هذا الامر تماما. المتبقي الان عرض الفلاشات ومقاطع الفيديو اللي موجوده فيها احراز في الدعوه، والمحكمه استسمحتنا باستراحه لمده نص ساعه، ونرجع نكمل تاني عرض من خلال الوسائل الفنيه الخاصه بمحكمه شيبيني كوم، عشان نعرض بقيه الفيديوهات الاول والمجني عليه المتوفي الى رحمه الله. وطلبنا من المحكمه التاجيل لجلسه الاحد القادم للمرافعه، يعني المحكمه النهارده اتمت كافه اجراءات الدعوه من سؤال واستجواب شهود الاثبات الضباط الطبيب الشرعي، نهت كل اجراءات الدعوه تقريبا، ولما يبقى منها سوى المرافعه الخاصه بالمتهمين، بحيث كل متهم المحامي بتاعه يترافع على حدل تحديد دوره، والمحكمة بشكل كامل عندها استعداد ان الجلسة القادمة تنهي وتنهز على الدعوة بعد المرافعة، وبالتالي بعد ما تترافع هيبقى اللي فاضل في الدعوة قرار المحكمة، وده امر ليس لنا تدخل فيه على الاطلاق ولا تعطيل. يبقى اجراءات الدعوة تمت، الشهود اتسمعوا، بنكرر تاني مفيش أي حاجة ناقصة في إجراءات الدعوة على الإطلاق سوى دفاع المتهمين، ودي هنطرح لها يوم كامل حسب ما قررت المحكمة بعد عرض الفيديوهات اللي موجودة اللي هيتم عرضها دلوقتي من خلال استعانة بالوسائل الفنية اللي موجودة في محكمة شيبين. هذا ما توصلنا إليه، أو ده آخر إجراء تم في الدعوة. طب حضرتك في أقاويل بتقول إن فريق الدفاع عن المتهمين بحوزتهم صور الامر ده لن يطرح حتى الان، ولكن انا بقول حقيقه في عرضه اثناء المرافعه. انا بسال حضرتك في حقيقه المعلومه، هل فريق الدفاع المعلومه تخص المتهم الاول تحديدا؟ تخص المتهم الاول. في بيد الدفاع المتهم الاول الاستاذ وحيد كشك المحامي اللي حاضر معاه، عنده هو قال الكلام ده، وعنده اكيد ادله، او عنده الادله دي سيتم طرحها في بصاب دفاعه الجلسه القادمه ان شاء الله. طيب الدفاع عن الشهيد محمود البنا، حضرتك ايه كانت طلبات النهارده؟ ما لهمش اي طلبات، وتنازلوا عن كل الطلبات، لان الطلبات اللي عبدوها الجلسه الماضيه كانت على غير الحقيقه. بمعنى اللي كانت الطلبات كلها وصولا لسن المتهم، ولكن النيابه اجزمت في هذا الامر، وتبين ان سن المتهم اقل من 15 سنه. مزيد من الايضاح عليك اذا امكن، يعني مزيد من الايضاح معلومه. مواليد 11/11 يعني في شهر 11 القادم يوم 11 يكمل 18 عام، ومن ثم وقت الواقعه في 19 ما كانش يكمل 18 سنه، فبيحاكم وفقا لقانون الطفل. ده متأكد عليها وبتكررها طبعا. نعم متأكد عليها وبتكررها، يعني موجود في الأوراق ما يدل على ذلك بشكل جازم ويقيني، لا يقبل الشك. طيب آخر حاجة معلش، ما يخص أنت تقول التسجيلات الصوتية، ممكن بس تدينا المتهم الأول والمتوفي.